ايها الاحبه للصائم آداب وللصوم آداب وهذه عناية الله بالصائمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ايها الاحبه للصائم آداب وللصوم آداب وهذه عناية الله بالصائمين في احاديث كثيره وردت في ثواب الصائم وان انفاسه تسبيح ونومه عباده ودعاؤه مستجاب هذه الاحاديث كلها تشير الى حقيقه واحده وهي ان العنايه الالهيه للصائم وبالصائم وفي شهر الصيام عظيمه ومباركه لاحظوا أنا سأذكر لكم بعض الأحاديث نتمعن فيها ونستثمر هذا الشهر الكريم لكن مو على عكس المفهوم الصحيح هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام لاحظوا أيها الإخوة هذا الحديث فيه مفردات مهمة نوم الصائم عبادة جيد نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح صمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب اسالكم سؤال نومه عباده نوم الصائم عباده يعني يكثر النوم في شهر رمضان ليس هذا الفهم الصحيح هذا اذا تعب واراد ان يرتاح من عمله او قام بجهد ما وطبيعه الحال الانسان يحتاج ان ينام لكن ينام اكثر من غيره من غير الايام الصيام ويقول انه النوم عباده هذا ليس صحيح لانه لابد في شهر رمضان ان يسعى اكثر ان يعمل اكثر ان يكون نشيطا اكثر أن يكون ذا همة أكثر لأنه لابد في شهر رمضان أن يسعى أكثر أن يعمل أكثر أن يكون, أن يكون نشيطاً أكثر أن يكون ذا همة أكثر لا أن مثل بعض الشباب تسأله آه وينك أنت اليوم؟ ما جيت صلاة الصبح؟ قال أنا نايم ما جيت صلاة الظهر قال أنا تعبان نايم زين هذا راح النهار كله في النوم ليس هذا فهما صحيحا الفهم الصحيح أن الصائم عندما ينام ولأجل حاجته إلى النوم الله سبحانه وتعالى يجعل نومه عباده بهذا المقدار بهذا الفهم ليس بأن نجعل حياتنا كلها نوم، وحتى مسألة الصمت صمته تسبيح، يعني أنت الآن مدرس أو مثلاً شخص تعلم الناس، تقول أنا في شهر الصيام أعطل باعتبار أنه أحتاج إلى أن أكون في حالة صمت، والصمت تسبيح، هذا فهم خاطئ. ليس صحيح عليك ان تزداد في التعليم كما اشرنا فيما سبق وهذا ما ينبغي على الصائم فعله وعمله متقبل تزداد عملا لا ان تقف عند عمل واحد كما لعله بعض الشباب هكذا ينام طول الليل عفوا ينام طول النهار يسهر الليل في اللعب في شهر رمضان ما يستثمر صح صحيح شباب لا مو صحيح لو أنا أخاطبكم أيها الشباب الآن أنا لا أقصد يعني إيه يعني شيء معين وإنما أريد تنبيه لكم أيها الشباب تسهرون الليل إلى الفجر وبعد ذلك طول النهار أنتم نائمون هذه مو حالة الصوم الصحيحة عليك أن تعيش في الليل عبادة لا في اللعب عليك, عليك أن تعيش في الليل عبادة لا في اللعب كما الآن تحصل الدورات تكثر الدورات اللعب وعلى التلفزيون وعلى الإنترنت وعلى مشاهدات المباريات شاهد طالع معلش ما, ما في مشكلة مو حرام لكن بمقدار اللي لا يضر بتفويت هذه المصلحه العظيمه في ليالي شهر رمضان وان شاء الله نلتقيكم صلوا على محمد وال محمد. أيها الأحبة للصائم آداب وللصوم آداب وهذه عناية الله بالصائمين.